قداسة البابا، السؤال الثالث الفضولي، ليه الكنيسة المصرية بعض الناس يدخل الكنيسة يسمع المسيحيين بيصلوا بلغة هو مش فاهمها؟ ليه الكنيسة مصرة على الاحتفاظ باللغة القبطية في صلواتها؟ لأن صلواتنا وألحاننا ومدايحنا وتسابيحنا وضعت باللغة القبطية. اللغة القبطية من القرن الثالث الميلادي، واللغة القبطية بصفة عامة هي اللغة المصرية القديمة اللي كانت برسومات ولكن تكتب بحروف يونانية عشان تبقى قابلة للكتابة بالحروف والقراية. ثم أنها لغة موسيقية، ألفا فيتا غما دلتا إيسو زيتا إيتا، ومن خلال الصلوات موزونة شعرا باللغة القبطية. فبنصلي بالقبطي، بنصلي بالقبطي ومصطلحات قليلة باليوناني، لكن كمان بنصلي بالعربي، بنستخدم العربي كتير في صلواتنا بالتأكيد. وفي المهجر بنستخدم لغات البلد اللي احنا فيها، انجليزي الماني فرنساوي زي ما يكون روسي. وفي الصلوات دهيت بنستخدم تكرارها بيخلي المصلي يقدر يستوعبها ويفهمها. هل صحيح انه في احدى القرى في صعيد مصر أهلها يتحدثون القبطية بطلاقة؟ في إبرشية كاملة أهلها يتحدثون القبطية الملوي. طب دي أسقفها أحد علماء اللغة القبطية، وطبع الموهبة اللي عنده ديت على كل شعبه. بيتكلموا اللغة المصرية؟ بيتكلموا لدرجة أنه مثلا بيعملوا مسرحيات كاملة باللغة القبطية، مسرحية كاملة من ألفها إلى ياءها. دي ثروة بشرية باللغة القبطية. بجد ثروة ثقافية يعني. طبعا وبيجوا يعرضوها هنا في القاهرة. وأماكن كثيرة اللغة القبطية بتستخدم. في مناسبة السنة الجديدة بنستخدم كلمة ونقول نفري شاي. نفري شاي يعني عيد سعيد، ودي من أيام الفراعنة. وقيسي على كده بقى كلمات كثيرة خالص.